بات مهرجان صلالة السياحي وجهة سياحية خليجية بامتياز، نظرا لما يقدمه من فعاليات متنوعة ترضي جميع أذواق الأسرة العمانية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، خصوصا وأن طرحه متميز إضافة للأجواء الساحرة التي يعيشها زوار صلالة في المناطق السياحية. التفاصيل مع الزميلة خولة الجرينيس في سياق التقرير التالي. شهرة واسعة، شعبية كبيرة اكتسبها مهرجان خريف صلالة السنوي الذي يستقطب أهالي السلطنة وزوارها خصوصا من دول الخليج، حيث تلامس فعالياته الثقافية والتراثية المتنوعة أذواق مختلف الفئات العمرية، لا سيما أبناء الخليج المحبين للتراث العماني العريق. من السنوات الأخيرة لأنها السنوات في تطور هائل في البنية التحتية، في يعني النشاط السياحي في المهرجان نفسه. يعني يمكن قبل 4 سنوات وبعدين جينا مع العائلة أو سواء مع الشباب أو هذا، يعني في أمور كثيرة تغيرت خاصة في البنية التحتية، جسور، دواوير أو مناطق السوق أو مناطق السياحية نفسها. ناهيك عن كرم الضيافة وإخواني شقنا في عمان هذه تعرفنا عليهم، الضيافة اللي في الغداء والهذا، صراحة دعوة للجميع لأن يحضرون خريف صلالة، يعني على الأقل شهر 7-8 عند خاصة نحن دول الخليج عند البعض، فلازم ننشط أماكن السياحية اللي عندنا. سنويا ما شاء الله صلالة سنويتنا الخاصة طال عمرنا نقضيها في صلالة في عمان بشكل عام، واللي هو الشق الجنوبي اللي هي صلالة تقريبا، وقروبات من الخليج عندهم الإمارات من قطر من السعودية من البحرين من الخليج، الشباب طال عمرنا قروبات سنويا تواعد من شهر فلان إلى آخر الشهر 20 يوم 15 يوم نقضيها في صلالة، وما شاء الله كل سنة نوصلها صلالة في تطورات من كل ناحية. مهرجان صلالة السنوي وعلى مدار سنوات طويلة بات محطة مهمة في تاريخ السلطنة وأولوية لدى الكثير من الأسر الخليجية التي تشد رحالها إلى صلالة للاستمتاع بأجواء خريف صلالة الاستثنائي وفعالياته الاحتفالية السنوية المبهرة، بالإضافة إلى المرافق السياحية المتميزة التي تأسر القلب بروعتها وجمالها. والله مهرجانات طيبة مرة ومتنوعة وتناسب جميع الفئات المجتمع من النساء والرجال والأطفال، شيوخ، ومناظر جميلة وأجواء جميلة، ونقول لي ما جاء صلالة إنه ضايع عليه جزء من حياته ما يتعوض. نحن دوما هي صلالة على حسب الأجواء الحلوة في الخريف، ونتمشى في مثل وادي دربات ووادي نحيس والعيون الجميلة اللي تحفنا بالجمال الطبيعي والخضار، وأهل صلالة طيبين يعني يستقبلون الضيف. مفاجأة مهرجان خريف صلالة وتنوعها لفت أنظار الزوار، فهذا الحدث الضخم يعطينا دلالة على أن طيبة الشعب العماني كانت العنصر الأساسي في حرصهم على زيارة صلالة بشكل سنوي. جينا المهرجان اليوم عشان نستمتع في المهرجان. نحن أول رحنا نشوف الصور لسلطان قابوس بن معظم، وكلينا لعب، رحنا نلعب الألعاب وأنا كلينا الآيس كريم. خريف صلالة بات الوجهة الأبرز سياحيا في المنطقة على اعتبار أنه يشتمل على العديد من الفعاليات التي تلبي احتياجات الأسرة. يذكر أن مهرجان صلالة يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري. بين التنوع الثقافي والفني والتراثي والتسلية والمتعة وسط أجواء الخريف المنعشة في صلالة المزينة برذاذ المطر، تلتقي الحضارات العمانية في مكان واحد لتثري ذاكرة زوار المهرجان بذكريات جميلة لا تنسى. من صلالة الجمال، خولة الجرينيس، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.